خلف الستار الحديدي كان مما يثير العجب أن يجرؤ مسؤول على الحديث عن إصلاحات، ولذلك لم يرق الاتحاد السوفيتي ما كان يقوم به ألكسندر دوبتشيك، وتمظهر عدم رضا الكريملين حملة دعائية مكثفة ضده وبرنامجه الإصلاحي. قادة الكريملين كانوا يخشون أن يتكرر ما هو قائم في تشيكوسلوفاكيا في جمهوريات أخرى تدور في فلك الاتحاد السوفيتي. ربيع بلا أزهار. في العام 25 و900 و1000 انتقلت أسرة دوبتشيك من مدينة أورفيك في جمهورية التشيك الحالية إلى الاتحاد السوفيتي. كانت أسرة فقيرة. من أبناء تلك الأسرة طفل اسمه ألكسندر، وكان وقتها في الرابعة من العمر. تلقى ألكسندر دوبتشيك تعليمه في الاتحاد السوفيتي، ثم إنه التحق بمجمع صناعي كان يشتغل به والده وعمل إلى جانبه. في العام 38 و900 و1000، وكان ألكسندر يافعا في 17، عادت أسرته إلى تشيكوسلوفاكيا التي كانت تتكون من جمهوريتي التشيك وسلوفاكيا، واشتغل ميكانيكيا في مصنع سكودا للسيارات. في تلك الفترة انتسب إلى الحزب الشيوعي، كما أنه شارك في مقاومة الاحتلال النازي. كانت المرحلة مرحلة الحرب العالمية الثانية، وكان المسرح الأوروبي مشتعلا وطموح النازية جامح يريد اكتساح كل الأقطار، تلك التي حددها زعيم النازية أدولف هتلر مجالا حيويا لألمانيا. لما وضعت الحرب العالمية أوزارها، بدأ الصعود السياسي لنجم ألكسندر دوبتشيك متسلقا سلاليم الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي. كان صعودا سريعا، ففي العام 49 و900 و1000 تم انتخابه سكرتيرا أولا للحزب في مدينة ترانسين، وما لبث أن انتخب عضوا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي، ثم عضوا في البرلمان الوطني. وفي العام 52 و900 و1000 انتخب أمينا للجبهة الوطنية التشيكوسلوفاكية. وبعد عودته من بعثة دراسية إلى المدرسة الحزبية العليا في موسكو، انتخب رئيسا للحزب الشيوعي في براتيسلافا، ثم سكرتيرا أولا للحزب الشيوعي السلوفاكي، فعضوا في المكتب السياسي. نحن الآن في العام 63 و900 و1000. كان صعودا سريعا، وقد صارت الأبواب مفتوحة في وجه ألكسندر دوبتشيك لتولي المناصب الأعلى. هو الآن في 42 من العمر. كانت الأحوال الاقتصادية في تشيكوسلوفاكيا تنذر كل يوم بالأسوأ، وكان تدهورها ذاك ينعكس تدهورا للأوضاع المعيشية للمواطنين. وبدا أنتونين نوفوتني الزعيم التشيكوسلوفاكي عاجزا على مواجهة الوضع الاقتصادي للبلاد، واضطر إلى الاستقالة في العام 68 و900 و1000. وباستقالته تم انتخاب ألكسندر دوبتشيك أمينا عاما للحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي خلفا لأنتونين نوفوتني. لم يكن اختيارا عفويا، بل إن الاتحاد السوفيتي لعب دورا حاسما في انتخاب دوبتشيك لشغل هذا المنصب. كان الاتحاد السوفيتي متخوفا من أن ينفجر الوضع في تشيكوسلوفاكيا. كان تقليدا لم يحد عنه دوبتشيك، فقد توجه إلى موسكو مباشرة بعد انتخابه أمينا عاما للحزب الشيوعي. كانت النقمة الاجتماعية في تصاعد، وكان المتاح من الإمكانيات قليلا لا يكفي لاستتباب أمن اجتماعية صارت مهددة. ولذلك ما أن عاد من زيارته إلى الاتحاد السوفيتي حتى أعلن عن بعض الإصلاحات يأمل منها أن تساعد على امتصاص غضب الشارع التشيكوسلوفاكي. وفي ركب تلك الإصلاحات التي أعلنها شيء من حرية التعبير والصحافة، بل إنه مضى أبعد من ذلك حين طرح برنامجه ذاك الذي سماه الطريق التشيكوسلوفاكي إلى الاشتراكية. وضمن ذلك البرنامج أعلن ألكسندر دوبتشيك
أن لا وصاية للحزب الشيوعي على المجتمع، وتعهد بالحد من السلطة التي كانت للأجهزة الأمنية، وبشر التشيكوسلوفاكيين بحقهم في السفر إلى الخارج. خلف الستار الحديدي كان مما يثير العجب أن يجرؤ مسؤول على الحديث عن إصلاحات، ولذلك لم يرق الاتحاد السوفيتي ما كان يقوم به ألكسندر دوبتشيك، وتمظهر عدم رضا الكريملين حملة دعائية مكثفة ضد ألكسندر دوبتشيك وبرنامجه الإصلاحي، ولأنه أبدى إصرارا على مواصلة سياسته وتطبيق برامج حزبه الجديدة، فإن الأمر من منظور موسكو صار يعني أن دوبتشيك شق عصا الطاعة على الكريملين وتمرد عليه. كان الأمر يستلزم التدخل. قادة الكريملين كانوا يخشون أن يتكرر ما هو قائم في تشيكوسلوفاكيا في جمهوريات أخرى تدور في فلك الاتحاد السوفيتي، ولم يكن يحتمل لهذا التدخل من وجه آخر غير التدخل بالقوة. في 20 من غشت من العام 68 وتسعمائة وألف انطلقت وحدات عسكرية سوفيتية تدعمها قوات استقدمت من بلغاريا والمجر وبولندا ومن ألمانيا الشرقية أيضا، وأخذت وجهة براغ وسيطرت على العاصمة التشيكوسلوفاكية في ساعات. ولم يكن يساور أحدا شك في أن تلك القوات الزاحفة تحت راية حلف وارسو سيعجزها بسط السيطرة على براغ في ساعات. تم اعتقال الرئيس التشيكوسلوفاكي ألكسندر دوبتشيك، وأرغم على السفر إلى موسكو في أكتوبر من العام 68 وتسعمائة وألف للتوقيع على اتفاق مع قادة الكريملين. كان ما تم توقيعه معاهدة بمقتضاها انسحبت قوات حلف وارسو من براغ. في الفاتح من يناير من العام 69 وتسعمائة وألف أصبحت يوغوسلافيا فيدرالية تتكون من التشيك وسلوفاكيا. كان يعم البلاد شعور بالإحباط نتيجة إجهاض الإصلاحات التي كان ألكسندر دوبتشيك قد باشرها، وتنامى الشعور المعادي للسوفيات تبعا لذلك. كان الجو مشحونا. بعد شهرين من إعلان الاتحاد الفيدرالي بين جمهورية التشيك وسلوفاكيا، حضر إلى براغ منتخب الاتحاد السوفيتي لرياضة الهوكي لإجراء لقاء مع منتخب تشيكوسلوفاكيا، وكان أن انتصر المنتخب التشيكوسلوفاكي على ضيفه السوفيتي. وبلا مقدمات غير إظهار الفرحة والانتشاء بذلك الانتصار، اشتعل الشارع وتحولت مظاهرات الفرحة إلى مظاهرات معادية للسوفيات. أتت نيران ذلك اليوم على مكاتب شركة الطيران السوفيتية أيروفلوت، وبدا الشارع وقد تفلت من كل سيطرة، وظهر شبح تدخل سوفيتي جديد. اضطر ألكسندر دوبتشيك إلى تقديم استقالته في مارس من العام 69 وتسعمائة وألف، وخلفه على رأس تشيكوسلوفاكيا الزعيم السلوفاكي غوستاف هوزاك. توارت الأضواء عن ألكسندر دوبتشيك. الربيع الذي بشرت به إصلاحاته لم تتفتح أزهاره، والثورة الناعمة التي حاولها ارتطمت بجدران سوفياتية من جليد وحديد. لم تنتهي الحياة السياسية لدوبتشيك، فقد تم تعيينه سفيرا في تركيا، ثم تولى إدارة الغابات في براتيسلافا بين العامين 70 وستة وثمانين وتسعمائة وألف. كان يراقب من مواقعه النائية عن براغ، ثم انهارت الأنظمة الشيوعية وراء الستار الحديدي في العام 89 وتسعمائة وألف، وكان طبيعيا أن يعود الرجل إلى الواجهة وأن يعاد إليه الاعتبار. الذي يحدث كان قد مهد له هو قبل 20 عاما. لما انفصلت جمهورية التشيك عن سلوفاكيا، تولى رئاسة الحزب الاشتراكي السلوفاكي في العام 92 وتسعمائة وألف، وفي شتاء ذلك العام توفي إثر تعرضه لحادثة سير. لحظات في التاريخ من إعداد وتقديم عبد الصادق بن عيسى.